للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف، مدير صحة إدلب. مرحبا بك أستاذ رضا سطيف. يعني مدير صحة إدلب يقول إن استمرار تعليق المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية، كيف تصفون الوضع الصحي والإنساني في إدلب؟ مساء الخير لجميع المشاهدين. نعم، نحن حاليا أمام كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، وخاصة في مناطق الحدب. ألو؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم، وخاصة في المناطق المحاذية للحدود التركية، مخيمات أطني وتجمع المخيمات في هذه المنطقة التي عانت منذ حوالي شهر من كوارث بسبب السيول التي تعرضت لها، ما أدى لجرف عدة مخيمات، إضافة إلى موجة الصقيع التي ضربت المنطقة، فأصبح النازحين في هذه الحالة دون مأوى ودون وسيلة للدفء، أدت إلى العديد من الأمراض وانتشار الأوبئة، أدت إلى موت العديد من الأطفال بسبب الظروف الصحية الصعبة. بالنسبة لموضوع المساعدات الصحية، هذا أمر أخذته المنظمات الدولية على جانب سياسي وليس جانب إنساني. المتضرر الأول والأخير منه هو الشعب السوري. لماذا منع دخول المساعدات إلى إدلب رغم هذه الظروف الإنسانية والظروف المناخية الصعبة؟ نعم، منع كما ذكرت لك تحت بند هو سياسي بالنهاية وليس لأمر آخر، بذريعة أن المنطقة أصبحت تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، إلا أن هذا الكلام يعني لا ينطوي على الواقع حقيقة، لأن سابقا كانت المنظمات تعمل ضمن المناطق التي تتواجد فيها هيئة تحرير الشام، وعمل الإنساني كان يعني بشكل لا احد يتجرأ ان يقدم على الاساءه لهم او يتعامل معهم بطريقه غير لائقه، وكانت المساعدات تصل لاصحابها بصوره جيده جدا. في ضوء هذا الوضع الانساني القاسي في سوريا، يعني هل يمكن ان يكون هناك حديث يطبق على الارض فعلا عن رغبه دوليه لعوده اللاجئين؟ سيدي، بالنسبة لموضوع اللاجئين، هذا الأمر بعيد كل البعد. يعني حقيقة من يقرأ الواقع السوري فلا يتكلم أبدا عن عودة اللاجئين. إلى أين سيعود اللاجئين؟ إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة. الآن كنا نتكلم عن هذا الأمر، فهي تعاني أشد العناء من نقص كل شيء تقريبا. إلى مناطق سيطرة النظام، مناطق النظام الموالين للنظام، منذ عدة أيام شنوا حملة شرسة على النظام وعلى حكومته بسبب نقص الوقود، نقص المواد الأساسية، نقص مواد التدفئة، نقص الغاز الذي هو وسيلة أساسية للحياة في سوريا تحت في المناطق التي سيطر عليها النظام. هذا من جانب. من جانب آخر، النظام أعلن منذ يومين عن حملة احتياط للخدمة العسكرية شمل فيها حتى مواليد 1970، أي ما يقارب 49 عام عمر الشخص، سوف يلتحق بالخدمة الاحتياطية. نشكرك شكرا جزيلا من أنطاكيا الحقوقي السوري الأستاذ رضا سطيف.